بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم أحمد الماركي غواص ومدرب غوص. طبعا بدايتي في المشوار البحر صار لي من 93 في اللي خلاني أدش البحر أو المجال ذي، حيث أنا بدورة عسكرية فدشيت فحص طبي ورسبت لأنه غير لائق للدورة. ليش؟ بسبب نظارة، والدورة كانت ضفادع بشرية، فشفت رابع كلهم يغوصون ويتكلمون على البحر، فصارت لي فضول غرور يعني او نوع من الديره ليش ما يجربون وما يجربوا. فمن سنه 3 سنين لليوم وانا افكر في البحر شوي 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 تقصنا. لكن سنه 2008 بديت احترف او بديت اتعمق الوصف الهوايه هذه دراسه. قبل كنت انزل بغير ليسن بغير تدريب ولا اي شيء. فالحمد لله اخذت ليسن في 2008 وعقب 2010 اتجهت من هاوي الى احترام. 2011 طبعا احنا البحرين عايشين دار مدارنا معروف البحرين بالجود، فدار مدارنا محار وهيرات، فبدينا نغوص على النوره. ف 2011 بديت مشواري مع المحار وبرق المحار والبحث عن دون. الله ما نتحمد الشكر توفقت في سنه 2018 عقب 8 سنوات انتظار حصلت حصباه عوده 46 شو طبعا 8 درات وانتخرت بالجريدة وتوفقوا. طبعا من الصعوبات اللي نواجهها بالهواية هذا طبعا الأجواء، يعني في الصيف حرارة زايدة أو في الشتاء هواء وتقلبات جوية، فهذه كان من أصعب الأمور اللي نتخذها حق الغوص. شنو معدات تحتاج الغواص قبل واليوم؟ طبعا الغواص قديما شكل ما عنده معدات وايد يستخدمها، شيء قليل أفطام وديين ووزن حب. لكن حاليا احنا طورناها من معدات تقليديه الى معدات حديثه، طبعا دش فيها ماسك، دش فيها السلندر الهواء، دش فيها دي سي دي، دش فيها اغراض حديثه. فطبعا عشان استخدم هذه المعدات الحديثه لازم اتدرب. مو بس اتدرب على لبسها واستخدامها، لا اتدرب على مخاطرها، مخاطر الهوايه هذه لانها صارت هوايه ونفس الوقت شغله. فلازم أفهم الهواية بالضبط وهو عارف شنو المخاطر وشنو الأشياء زي سيدي في البحر. طبعا البحر الزواني كله يقولون البحر غدار وبحر غدار، لا البحر طول عمره مغدر. احنا ما نفهم البحر، يعني لو كان البحر هايج ما ورقه، ولو كان البحر فيه تيارات أو أماكن مغلقة أو شبه مغلقة مثل كهوف أو حطام ما دش إلا تدريب. ما ابتدي غوصاتي سيدي على طول الشمال، لا ابتدي بتدرج تدرج، لا تروح يعني ولا تخلي احد عنده ليسن يعلمك غير مدرب، لا تاخذ كلام لاي احد لان ما عندهم صوره كافيه يعطيك اياها مدرب.